قلت ربي الثنائي يكون كان في صفاقس ان شاء الله. لبس ضد اليوزباشي والحكم يخلي الاسبقيه اللاعب النادي الرياضي صفاقس. اسكندر السويح ممتازه جدا التمريره ومفتاح وعدل اسحاق وزوز البطوله والكاس. ممتازه العمليه راس راس مفتاح وهدف التعادل. هدف التعادل سعاد صفاقس ان شاء الله ديما كيك ان شاء الله ديما كيك. اسكندر السويح وممتاز الهدف الثاني الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي صفاقسي. من اسكندر صويح ويبدو لي وان تتنفذ كره الهدف دفاع ترجي رياضي تونس يكون الهدف الاول. اسكندر صويح في عمليه هجوميه ومعه العلمي او جورج بيتار وضربه خطا لفايت النادي الصفاقسي. تتنفذ كره في اتجاه القائم الثاني ان شاء الله نكملوا كيك. اسكندر صويح يواصل عملية الهجوم ويحاول باش يسدد ويصوب والهدف الرابع. يروض كورته ويسدد ويحقق الهدف الرابع لفايت النادي الرياضي الصفاقسي. مازلنا في تنفيذ رامي تمس نفس اللاعب. اسكندر صويح وامام البكري يتخلص منه ويقود عمليه هجوم لفايت النادي الرياضي الصفاقسي ويدخل منطقه وسط الميدان وتم عرضه فيها انذار. سفيان ساسي ومعاه بوعفيزي وكره لاسكندر صويح. اسكندر صويح يواصل عملية الهجوم ويقرب زاوية الركنية والتوزيع والتهديف والفرصة. يقع التنفيذ من منطقة الفريق الزايري يرفعوا بعض الأمتار وصويح على الطاير بصويح فرصة
باهي قال نجيب وذكرنا في ذكريات خالده. لا حلوه برشا. ترى ذكريات هذه تعاد. لا حلوه حلوه برشا. وشويه وباهيه 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 وباهيه. لكن تو ما عادش باهيه. هذه كرة هدف. كرة هدف ممتاز توغل السويح والإعادة. اسكندر السويح اسكندر السويح اسكندر السويح يراوغ يراوغ لاعب ثم يتبع فيه كمان يحاول يبعد يبعد يدخل ميزوري ويتحصل على مخالفة. سفيان الفقي يخرج من مناطق ضيقة ومحمد صلاح مرتاح في هجوم معاكس والعملية تتواصل ويتمكن الترجي و مازال العملية تتواصل لصالح النادي الرياضي الصفاقسي رغم محاولة التدخل من الدفاع يتمكن اسكندر صويح من تحقيق الهدف الثالث لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. توزيع الكرة وبالراس فرصة الهدف تضيع. وترجع من جديد لصالح النادي الصفاقسي عن طريق اللاعب اسكندر صويح. اسكندر صويح يتقدم ثم جحمولي تبكورة جحمولي تبكورة يمدها له يخرج الحارس زرق العيون يخرج الحارس وتستمر بالقائم الايسر. والمقابلات بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي لا تدخل تحت حصر وفرصة التهديف الثانية للنادي الرياضي الصفاقسي والهدف الثاني يجي عن طريق اسكندر صويح. سوايح 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 ويعدي الكره فوزي رويس. سوايح نفس اللاعب باش يتولى التنفيذ امامه الحمروني يرفع الكره سوايح والهدف. اسكندر سوايح يطلب في الكره يوجهها له لفقي ياخذها اسكندر سوايح حاول المراوغة حافظ على كورت حافظ على كورت واسكندر صويح يدخل منطقة ال 18 ويخرج كورة والهدف والهدف لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في 31 دقيقة لعبها. كان يطلب في الكورة لفقيه كانت كورة بيساقيه وهو يطلب فيه يرفع بيديه وجه له الكورة ياخذها مليح وشوفوا المراوغة اللي باش يعملها بالمدافع ويدور بالكورة نتاعو يحافظ على الكورة نتاعو ويدخل في المنطقة يدخل في المنطقة يدخل 18 متر يهز راسه يشوف زميله يعطيه الكره يقول له سجل وسفيان ساسي بالطبع يسجل. مروني عادل السلمي اسكندر صويح صويح ولا هدف الثاني اللي يقربها ممتازه جدا ممتازه جدا من اسكندر صويح كره عادل السلمي لاسكندر صويح مراوغه بالمدافع وتصويب قريب جدا. عزيز اسكندر صويح اسكندر صويح مع طارق ثابت يتخلص منه يواصل عملية الهجوم يواصل عملية الهجوم ومعاه حد سفيان ساسي على اليسار سفيان ساسي واسكندر صويح ياخذ الكرة او طارق سالم طارق سالم يخرج كرة شكرا تافرسي والهدف الاول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة لسامي طرابلسي والحوار سويح سويح يحافظ على كورته ويراوغ ويواصل يراوغ وممتازه من سويح والمخالفه. شوفوا العمليه هذه خط هجوم نادي الصفاقسي اسكندر سويح يراوغ بالشيحي ويحقق الهدف. حافظ ترافلسي يمدها لاسكندر سويح
وطارق سالم واسكندر صويح يحافظ اسكندر صويح على كورته ويتواجد في مناطق الترجي الرياضي التونسي. اسكندر صويح يخرج كوره لصفيا ساسي والحارس والصويح يسجل هدف ممتاز، هدف ممتاز بالسنتيمتر. وسامي طرابلسي، طارق سالم واسكندر صويح ومساق بالمريون ومخالفه واضحه. الكره تنطلق من سامي شعبان، اسكندر صويح، محمد صالح مفتاح، وعساف خليفه يعدل النتيجه. صويح يحافظ على الكره هذه، يتوغل ويحاول التوغل من جديد والركنيه. محاوله من هنا ومحاوله من الجانب الثاني والعمليات متواصله. ونشوفوا اسكندر صويح اللي كان رائع عشيه اليوم من خلال الاداء نتاعه. النادي الرياضي الصفاقسي بدا يرد بقوه، وعلى اثر ضربه المخالفه اللي نفذها اسكندر صويح تغالت الكره الحارس رضوان الصالحي، ويكون هدف التعادل في الدقيقه 34 بعد 4 دقائق من هدف زهير عزيز. وانتبهوا هذه العمليه الفنيه من اسكندر صويح مع اللاعب نجيب خواجه. اسكندر صويح تمكن من المحافظه على كورته، يتوغل في مناطق الشبيبه، نشوفوا هنا صراع على الكره على اشده، وتتواصل العمليه لجاو معها جمهور ملعب الطيب هيري بشكل كبير ياسر. محاوله مره اولى ثم الدفاع في مره ثانيه وتتواصل العمليه، لكن شوفوا الكره الذهبيه في اتجاه عساف خليفه ومحاوله التهديف من عساف ما كانش ناجحه، وضيع فرصه اخرى من فرص التهديف على. ثم نتبع عمليه ايضا من اسكندر صويح، محاصر من 3 عناصر من ابرز عناصر الترجي، نبيل معلول، محمد علي محجوبي ومنذر بواب، ينجح في اختراق هذا الطوق ويمد كره نحو رشيد بوعزيز لي على مستوى خط 10 امتار ما يسالش كما ينبغي. اكبر الشباب في الفنيات وشباب في الاداء، والكره كادت ان تؤول الى هدف، وضربة الخطا هي التي ستفتح الباب امام النادي الصفاقسي لتحقيق الانتصار، وهذا هو الهدف. تنفيذ ضربه خطا غير مباشره بين دقدوق وصويح، هذه فرحه لاعبي النادي الصفاقسي. لكن النادي الصفاقسي كثف من عملياته الهجوميه، عماد شقرون، سفيان الفقي، اسكندر صويح في عملية خذوهات مع محمد صالح مفتاح، والتصويب والهدف الثاني، و22 دقيقة لعب. النادي الصفاقسي اليوم قدم مباراة خاصة خلال الشوط الأول من طراز رفيع، إعادة للهدف الثاني وتكامل الخطوط الثلاثة وتجاوب بين اسكندر صويح ومحمد صالح مفتاح رغم محاولة تدخل من بوغاني. تبوا عملية خذوهات والتصويب بقوة، فاجأ الحارس معز بن ثابت. اسكندر صويح، وهذه إعادة للهدف الثاني، وخروج الحارس ما كانش موفق. ثم نادي الصفاقسي بعد دقيقتين فقط يتمكن بوسط مرد جحمون كما شاهدوا من تحقيق الهدف الثالث، 26 دقيقة لعب و3 أهداف مقابل 0 لنتيجة النادي الصفاقسي. إعادة لعملية الهدف الثالث، كرة من اسكندر صويح في العمق، مراوغة وتحقيق الهدف الثالث. الكرة لاسكندر صويح، اسكندر صويح بعد الانويرة، يبعد على نويره ويبعد على نويره، والحكم اعتقد الورقه الصفراء الثانيه والورقه الحمراء واضحه، واضحه من حكم نويره اللي يتلقى الورقه الحمراء. عمليه انطلقت من الجهه اليسرى، توغل الدفاع بوسط الصحراوي والويسي والهفوة، والحكم يعلن عن ضربه جزاء لفايت النادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقة 75. ينجح اسكندر صويح في تحويله إلى هدف رابع بطريقته المعهودة. النادي الصفاقسي عن طريق اسكندر صويح، اسكندر صويح يمر من اللاعب، يمر من اللاعب الثاني ويمد كورة للجحمون، وصويح يسجل بطريقته الخاصة رونق وإبداع وهدف من طراز رفيع. 10 دقائق بعد الهدف الأول كانت كافية ليعيد الصويح نفس السيناريو ويسجل الهدف الثاني، هدف غاية في الروعة والجمال. مرمى الحارس الصالحي
والدفاع يتألق. عملية أخرى من جانب النادي الصفاقسي. طويلة باتجاه اسكندر السويح. اسكندر السويح حاول يبعد حاول يبعد والحكم يعني على المخالفة. مخالفة ثم ورقة صفراء في التنفيذ. اسكندر السويح على يسار الحارس شكر الواعر ثم لوال وحمروني تترفع الكرة وشكر الواعر. تذكية ياسر من اسكندر السويح. لكن كما قلت النادي الرياضي الصفاقسي كان واثق في إمكانياته ولو أنه اتبع طريقة دفاعية، فإن رد فعله بعد قبول الهدف كان قوي وقوي جدا. وهكا تحرك الفنان اسكندر سويح وقاد الفرقة الصفاقسية برونق خاص. وهذه هي بداية الهدف. عملية الهدف محمد صالح مفتاح يراوغ توزيعة ذكية واسكندر سويح يحقق الهدف الأول. بل النادي الصفاقسي كان يستغل الكرات المرتدة على غرار ما شاهدناه الآن ونفذ هجمات معاكسة شكلت خطورة كبيرة واللحظة منيح ومصدرها كان اسكندر السويح. العملية الأولى تسديدة قوية وشكلت العملية اللي قادها اسكندر السويح في دقيقة 21 أبرز مثال على تفنن أبناء المدرب باولو في إهدار هذه الفرص ولكم الحكم على ذلك. هو تسديدة ذكية وهدف ثالث. ثم تأتي عملية العرقلة كرة من هادي الأجدل واسكندر سويح وجه لوجه والحارس يتداخل بطريقة غير شرعية ضربة جزاء ينفذها اسكندر سويح وهذه إعادة للمخالفة. كما شاهدوا فمشاش الكرة عرقل اللاعب وتنفيذ ضربة جزاء كان بأسلوب خاص لاسكندر سويح. شكرا ترابلسي واسكندر سويح راوغة الهادي برخيصة والعملية تقول لا تمس. النادي الصفاقسي خاصة في وسط الميدان كان أكثر قوة وأكثر حضور. شوفوا هنا اسكندر السويح يجسم هذه السيطرة النسبية اللي فرضها النادي الصفاقسي خاصة في وسط الميدان. وحوار بين البوهالي سامي ترابلسي يقول لصالح النادي الصفاقسي اسكندر السويح. اسكندر السويح مراوغة طيبة ويواصل ممتاز محافظ على الكرة. تنفيذ ضربة الجزاء من اسكندر السويح كان ناجح والنادي الصفاقسي ياخذ الأسبقية. يتحصل السويح في الدقيقة السادسة من هذه الحصة الثانية على كرة ثابتة وبذكاء كبير يتمكن من مغالطة الحارس والدفاع. شوفوا السويح أحسن التركيز وأحسن التصويب. سامي ترابلسي وتمشي كرة والمحاصرة اسكندر السويح من نادي رفقية كبيرة ياسر وتخرج الكرة لهادي الأجدل ويسدد والحارس. ولكن بعد ست دقائق فقط جاء حمول على إثر هذه الكرة الثابتة الدقيقة من اسكندر السويح يعدل النتيجة. دقيقة 79 ضربة جزاء عن طريق اسكندر السويح ويكون الهدف الثاني ثم نفس اللاعب اسكندر السويح والهدف الثالث لفتح النادي الرياضي الصفاقسي. هذا هو الهدف. لكن النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق اسكندر السويح يتمكن الانتصار في نهاية اللقاء. هذا اسكندر السويح هدفين لهدف. ثم عملية من اسكندر السويح نشوفوا التتويج من عصف خليفة. عملية فنية كانت من جانب اسكندر السويح. شوفوا هنا تخلص من الدفاع تصويب نحو المرمى وعصف الخليفة يكمل العملية. هادي الأجدل ظهير الأيمن في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي واسكندر السويح. اسكندر السويح يحرش كرة اتجاه هادي الأجدل يتحول كجناح أيمن وأمامه عادل السليمي يرجع معاه وتمر الكرة لإسكندر السويح ويوزع مسار وتجو ينقذ الموقف وتؤول الكرة إلى ركنية. واسكندر السويح يوزع ينقذ الموقف محرز بن علي. نتحول إلى صفاقس ولقاء ندر